ياسين انا كيعجبني، شوف انا ما نكذبش عليك، انا كيعجبني بن كيران. انا كيما بغي كل بن كيران يقولوا لي اللي بغاو يقولوا، داك السيد كيعجبني لانه حقيقي. بن كيران انسان حقيقي، ما عنده ما عندوش علاش غيكذب. وما تيني راه اخر مره قال في 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 واحد ندوه الصحفي ولا ما نعرف داك الشيء اللي قال، قال لهم سيدنا الله ينصرهم، قال لهم راه الملك مشى ولا خدام مع 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 افريقيا يعني، ولا قول هكا، وخلى 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 بلادو. هذه راه ما يقدرش يقولها اي واحد هذه، ولكن سي بن كيران قالها لانه داك الشيء هو بصح اللي كاين. هذا الشيء ماشي ماشي كيمنع بان بان سيدنا الله ينصرو انه مسا، لان سيدنا هنا في البلاد ما 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 بقاش القمع منه، راه من من هاد هاد السياسيين ديال والو ديال ديال تلعبه اللي داخلين في هذا الشيء هذا، راه ما عندهم حتى علاقه لا والو. الملك يبقى متبعهم، يبقى متبعهم يا حماق، اقسم بالله زا غادي حماق. انا نقول لك كاين، اللهم من الاحسن يخلي هذا الشيء هذا ويمشي يدير يدير مشاريع بلايص اخرين وصافي. البلاد راه غاده مزوره، السيد الملك راه مشبع الشعب، شبعوه. كيفاش هاد الناس هادو كيبغيو يغرقوا؟ راه ما مسكين الشعب راه فرحان بالملك. نتحدى اي واحد من الشعب يقول لك الملك ما كاينش، ولا يقول لك يسقط يسقط النظام ديال ديال الملك، ما تلقاش. وانما هاد السياسيين وهاد اللي في الحكومه راه ما عندهم حتى علاقه بهاد الشيء هذا اللي كيدير سيدنا الله ينصرو. هذا هو الواقع. سيدنا عنده الحق لانه هو كما كنعرفوا احنا كاملين الحمد لله عنده العقل، عنده المغ... يعني عارف شنو كيدير. راه بغى يتعاون، راه تعاون ماشي بغى. عرفتي البلاد، عرفتي البلاد كيرد، راه البلاد رجعت والا الحمد لله ولله الحمد. عطانا عطاني نظام في هذه البلاد، عطانا طرق باش نعيشوا من عند من عند الملك الله ينصرو. راه كل دار لنا كل شيء، ولكن الحكومه طيحت كل شيء. ما بغاش داك الشيء، بغات هي تحكم، بغات غدي دائما تبقى غدي بزاف. يخليهم شويه هما يبقى ياكلوا، خليهم شويه الناس باغا طريف ديال الخبز، ما باغي لا كرواسه لا والو، باغي لا طريف ديال الخبز يعيشوا به. هما ما باغيش هذاك الطريف، بغي نحيدوا لهم كل شيء ديال الله.